بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نهضروا على الفيديو رقم 2. شفت البارح التعليقات بعد ما عملنا الفيديو الاول، كاين بعض التعليقات اللي وصلتني، وثاني في الجروب تاع الماسنجر كاين واحد التعليقات شفتهم البارح حبيت نعلق عليهم شويه. النقطة الأولى اللي حبيت نعلق عليها، كان واحد الأخت تكلمت على لورغانيزاسيون ادابتي ا شاك جروب بور اتر بلو برودكتيف. فيما يخص البوان هذايا، انا على حسب الاستبيان اللي راهو عندي، راهم عندي دوكا فايت 150 واحد، راني راح نكلاسيهم بار على حسب سبيسياليتي. دونك كاين الناس اللي يخدموا قانون، كاين الناس اللي يخدموا في الدومين انفورماتيك، كاين الناس من دي سبيسياليتي بزاف، كاين الناس دي سبيسياليست في سوسيولوجي، كاين دي سبيسياليست في لا سونتي. هادو كامل رانا رايحين، كاين اللي في في بزاف دي سبيسياليتي. الوغ هادو ما رايحين نقسموهم دي جروب كيما قلتي في التعليق، نقسموهم دي جروب، وكل جروب راح يحكم حاجه يخدم عليها، ومن بعد هيك نديرو كيما نقولو حنايا، نجمعو كامل لي زيدي ونخدمو كيما يقول لك مسوده المشروع. فيما يخص نسمعوا لبعضنا في لي زيدي، هذا سي نورمال، بما اننا حنا حلينا الجروب هذايا باش خاطر حنا ليدي اللي جاتنا، جات ليدي كاين عندنا افكار تاع كاين دي سبيسياليست وين يقدروا يبنيو على الافكار هذيا. يعني الافكار اللي حطيناهم لي زيدي ما راهمش فينال، شغل نقدروا نديسكوتيو عليهم عادي، نقدروا حنا لوبجيكتيف تاعنا هو كي يخلص البروجي ولا لي تو تاع البروجي كي تخلص تكون مست كامل الجوانب تاع المشروع هذايا. يعني كامل الافكار نكونوا ناقشناها وتكون على حسب الواقع، يعني ما نجيبوش امور تيوريك ومن بعد نلقاهم باللي ما نقدروش نابليكيهم في التيرا. كاين حاجه واحده اخرى ثانيه يسموها ريسك اسيسمنت، اللي هو لازم كيما يسموها اداره المخاطر، وين حنايا لازم نحطوا كامل لي زوبستاكل اللي يقدروا يكونوا، لي زوبستاكل تاع الاداره، لي زوبستاكل تاع مانيش عارف انايا، المتطوعين ما يلتزموش بالخدمه اللي رايحين نعطيوها لهم. مثلا تعطي لكاش واحد خدمه تقولي له نسحقوها مر 5 ايام، من بعد مر 5 ايام ما يعطيكش الخدمه. هذو الامور هذو كامل رايحين يجوا بالوقت. كاينه نقطه واحده اخرى هضر عليها اخونا حمزه، هي النقطه تاع اللغه، اللغة اللي نتخاطبوا بها. انا شخصيا بالنسبة لي ما عنديش مشكل، اللغة يعني كل واحد، كاين عندنا 4 لغات اللي احنا نقدروا نهضروا بهم في الجزائر، اللي هما يا اما عربية، يا اما الدارجة، يا اما الامازيغية، يا اما فرنسية، يا اما لونجلي، ما كاش بزاف. احنا اوطون كو الجماعة هذه راهي فيها بزاف ناس، ما نقدروش نلزمو اي واحد يهدر باللغه اللي نعرفوها حنايا. مثلا انا تساعدني نهدر بالعربيه ونكتب بالعربيه، واحد اخر كاين اللي عايش في الخارج ما يقدرش يهدر بالعربيه، تساعدو الفرنسي. انا بالنسبه ليا ماشي مشكل، يقدر يكتب اون فرونسي، بصح اللي يرد عليه ثاني يرد باللغه اللي يعرفها هو، قادر يعرف اونغلي، قادر يعرف عربيه، قادر يعرف امازيغيه، باش ما يزعفوش برك علينا خوتنا القبائل. تحب تكتب بالامازيغيه انا ما عنديش مشكل، بصح برك دير لنا ترجمه من تحت بالفرنسي ولا بالعربيه ولا، باش برك نفهمه، باش ما يكونش كيما يقول لك في حاجه ما فهمناهاش ولا. هضرنا على واحد النقطه بزاف مهمه اللي هي المشكل القانوني. المشكل القانوني، هذا المشكل القانوني تقدر تقول هو اكبر مشكل يواجهنا
في المرحله هذه. علاش؟ لانه حنا ما راناش مؤسسه قانونيه، ما راناش جمعيه قانونيه، حنا جماعه برك تلاقينا على جال الخير. بصح كما يقول لك من وجهه نظر القانون احنا ما عندنا حتى صفه قانونيه. لهذا السبب انا سالت سؤال، قلت احنا رانا رايحين نبداو في دراسه المشروع، وشنو هي الصفه القانونيه تاع دراسه مشروع بهذه الطريقه؟ يا هل ترى عادي يعني القانون الجزائري يسمح للناس تجتمع مع بعض ويدرسوا فكره معينه، او مجرد دراسه فكره ممنوع؟ انا الان خاوتنا اللي يخدموا في القانون، كاين معنا نظن كاين معنا محامين وكاين ناس تعرف القانون، هما اكثر الناس اللي يقدروا يفيدونا. احنا ما نعرفوش القانون، ماذا بينا نخدموا بطريقه قانونيه، وماذا بينا نحميوا الجميع. يعني الواحد ماشي كيما نقولوا حنا يجي يدير الخير من بعد يلقى روحه في سينوجيم، ماناش حابين ندخلوا في المواضيع هذه. يعني الموضوع القانوني موضوع حساس جدا، ولازم نلقاو له حل قبل ما نبداو العمل. خونا محمد خوجة هضر على يا هل ترى نقدروا مثلا نبداو دراسة، مثلا نحضروا وثائق للاستبيانات، ولا مثلا وثائق باش نخدموا بها البروجي. هذه عادي انا نخدم فيها، مش مشكل. كل واحد راهو فهم على الاقل الفكرة العامة تاع المشروع، يقدر يخدم كيما نقولوا لا فورم، الفورما تاع اي حاجه عندها علاقه مثلا بدراسه القدره الشرائيه كيما هضرنا عليها، وعادي يعني مش مشكل. بصح النشر تاعها هنا ننشروها في الجروب باش نناقشوها عادي، ولكن انك تعطيها لواحد البرا يروح يدير بها استبيان، هذا لا، هذا حاجه ماشي قانونيه. اخونا حمزه اليوم سمي روحو امين. اخونا امين هضر على حاجه بزاف مليحه، اللي هي تنظيم الهيكل تاع اللي رانا حنا نخدموا به. الهيكل اللي رانا حنا نخدموا به هو حاجه مهمه بزاف. بطبيعه الحال ما نشرح نخدموا بطريقه يعني عشوائيه، لانه اصلا احنا رانا رايحين ننظموا الامور. يعني بما انه رايحين ننظموا الامور نديروا اورغانيزاسيون، يعني احنا لازم ملزمين اكثر من غيرنا انه نخدموا بالنظام. في لحد الان علاه ما لحقناش نديروا مثلا الجماعه اللي هما رايحين يجيريو البروجي هذايا ولا المشروع هذا، لانه من ناحيتي بصراحه انا ما عنديش وقت كثير، وراني نحاول كيف كيما يقول لك نرتب الاستبيان اللي بعثوه لي الاخوه. كاين عندي 150 متطوع بارك الله فيهم، ولكن تخيلوا كل واحد لازم نقرا له كيما يقول لك الديتيلز تاع ولا التفاصيل اللي عطاهم لي، وين يخدم، واش يقدر يعاوننا كذا. وراني نعمل في ترتيب، يعني راني نقسم فيهم المجموعات على حسب التخصصات وعلى حسب الولايات. ولما نكمل واش راح نعملوا، بما انه المشروع راح يمس تقريبا الوطن كامل، كاين مدير المشروع، يعني حاجه مفروغ منها شكون اللي راح يدير المشروع، وكاين جماعه رايحين كما يقولوا حنايا يهتموا بموضوع الجاليه الجزائريه، واش تقدر دير الجاليه الجزائريه في المشروع هذا، وكاين جماعه اللي راهم داخل الجزائر. الجماعه اللي راهم داخل الجزائر رايحين يتقسموا، بون حنا رايحين نقسموهم بهذه الطريقه، رايحين يتقسموا على الاقل لازم يكون عندنا واحد في الجزائر اللي يقدر ينسق معايا لإدارة المشروع. يعني هو راح يكون منسق في الجزائر وينسق معايا ونبقاو نتعاملوا ومع بعض، مش مشكل يعني نتعاملوا مع بعض ما عنديش مشكل.
في الحالة هذه مثلا كيف راح نقسم المتطوعين؟ كاين المتطوعين مثلا من 35 ولاية الآن، وماذا بين 48 ولاية. أنا راني حاب 48 ولاية باش الناس كامل اللي يمسها المشروع هذا، لأنه راح المشروع هذا راح يقيس كامل الولايات وكامل المحتاجين إن شاء الله. فيما يخص الحين المتطوعين، لازم على الأقل نديروا كما يقول لك منسق ولائي، يعني على رأس كل ولاية لازم يكون واحد، ولازم يكون على الأقل نائب تاعو. احنا مازلنا نهضروا في الفيرتويال كما نقولوا، في العالم الافتراضي، ولكن نقدروا ننظموا روحنا بهذه الطريقة. عندنا منسق لكل ولاية، المنسق هذا دوره يجمع معلومات، يعني الخدمة اللي داروهم المنسقين تاع البلدية. يعني كل ولاية فيها بلديات راح يكون منسق ولائي ومنسق لكل بلدية ومنسقين أحياء، يعني لي كارتي. واش يديروا؟ ممكن كما يقولوا حنايا التقسيم هذا راح نحتاجوه لما تصير العملية في التطبيق، يعني على أرض الواقع. حنا الآن معليش، حنا نقدروا نديروا متطوعين بهذه الطريقة، يعني منسق ولائي، منسق بلدي، منسق حي، وهذه تتطلب عدد كبير من 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 الإخوة المتطوعين. يعني انت تتكلم على 48 ولاية و 1541 بلدية، تخيل في كل بلدية على الأقل لازم يكونوا 10. يعني احنا رانا نهضروا على ان نومبر تاع 15000 ولا 16000 بينيفول، يعني 16000 متطوع. الإخوة اللي معنا في الجروب، احنا إذا لحقنا نوصلوا الفكرة هذه ل 16000 واحد في كامل البلدية تاع القطر الوطني، يعني رانا ملاح كما نقولوا. يعني كل واحد لازم يلعب الدور هذا، أنه يوصل الفكرة هذه، المشروع، لواحد يكون ثقة. هذا حاجة مهمة بزاف، الثقة حاجة مهمة بزاف في المشروع تاعنا. هذا فيما يخص التقسيمات. وكاين راحين نديروا ناس راح كما نقولوا مختصة في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، ناس راح تختص في كما نقولوا الجرافيكس، مثلا يعملون فيديوهات في اليوتيوب، يعملون فيديوهات لصفحاتي، ناس تعملنا لوجو، ناس مثلا الكتابات اللي احنا رانا نكتبوا فيهم يعني بطريقة عادية، هم يحاولوا كيف يخدموهم بالفوتوشوب، وحتى يكون اتراكتيف، يعني باش يكون اكثر جاذبية للناس. فيما يخص الحين إدارة المشروع في حد ذاته، إدارة المشروع يعني إدارة أي مشروع، إدارة أي مشروع باش يكون ناجح، كاين كما يقولوا مواصفات ولا دي نورم ولا ستاندر كما يسموهم. ستاندرز هذوما كاين منظمات عالمية هما اللي يعطاونا ستاندرز، وهذو ستاندرز هذوما يعملوا لهم ميزاجور كما نقولوا حنايا، كل خطره يديفلوبي، وكل خطره يشوف يلقاو مثلا دي ميثود جدد يزيدوا ينتجريوهم، وهكذا تخدم الحاله. احنا في البروجي تاعنا باذن الله راح نخدموا بالمواصفات اللي كاينين في المعهد الامريكي لاداره المشاريع. المعهد الامريكي لاداره المشاريع كما يسميوه البي ام اي، البي ام اي هو البروجكت مانجمنت انستيتيوت. هذا البروجكت مانجمنت انستيتيوت جاي في الامريكان، وهما يعني تقدر تقول هذا المعهد المختص الاكثر شهره في العالم في ميدان اداره المشاريع. وفي نفس الوقت هذا المعهد يقدم شهادات، يعني تقرا تدرس وتفوت اختبار وتتحصل على شهاده يسموها البي ام بي. البي ام بي هذه هي البروجكت مانجمنت بروفيشنال، يعني تخليك يكون عندك معلومات على إدارة مشروع ما. المهم، أي مشروع في العالم مهما كان تعقيده، مهما كان الكبر تاعه ولا الصغر تاعه، راح يفوت بخمس مراحل. الخمس مراحل هذو مقسمين الأمور واحد أخرين. المهم، الخمس مراحل هذو كما يسموهم بالإنجليزية كاين initiating
انيشيتينغ اللي هي بدايه المشروع. حنا لحد الان رانا في المرحله رقم واحد واللي هي الانيشيتينغ، معناها رانا في بدايه المشروع. يعني بدايه المشروع هذه رانا نناقشوا في الافكار، رانا نزيدوا، واحد يجيب لك ايدي جديده، واحد يجي ينتقد هذه الايدي كذا. هذه حاجه عاديه وراح تاخذ وقت يعني حتى نوصلوا للنتيجه. وفي الانيشيتينغ هذه، الانيشيتينغ ولا بدايه المشروع، كاين زوج كيما نقولوا حنايا معلومات مهمه ولا كيما يقول لك مراحل في دراسه المشروع، اللي يسميوها البروجكت انتجريشن مانجمنت والبروجكت سكوب مانجمنت. واش معناها بروجكت انتجريشن مانجمنت؟ هي اداره ادخال وجمع المعلومات. احنا هذا واش رانا نديرو؟ رانا في البروجكت انتجريشن مانجمنت، يعني رانا نجمعوا في معلومات. شغل ايماجين انت عندك صندوق وراك تحط فيها معلومات من كيما نقولوا حنايا معلومات مختلفه، فهمت كيفاه؟ وكاين حاجه واحده اخرى اللي هي البروجكت سكوب مانجمنت، اللي هي تحدد الاهداف تاعك بالضبط. وحنا هذا واش رانا نحوسوا في المرحله الاولى، يعني تحديد الاهداف بالضبط. حتى كي نروحوا للمرحله المراحل الاخرى ما نرشحين نبقاو نعاودوا نولوا للمرحله الاولى، يعني خلاص لما تحدد الاهداف تروح للمراحل اللي جايين. نحبسوا لحد الان، نخليو الناس يزيدوا يكومونتيو ويعلقوا على الفيديو هذا، ومن بعد كي تنزيدوا نقصروا على المراحل الاخرى. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم.